كتقول الاسم سعيد ايت مهدي ممثل امازيغي ولد بؤره زنزال جماعه ايغيل دوار تدفلت اقليم الحوت ثلاث نعقوب. اليوم انا هنا كنتواجد في الرباط لحمايه المال العام، كندافع على المال العام وكندافع على ضحايا زنزال الحوز. تعرضت للمضايقات من طرف السلطات، وتعرضت للمساومات، وتعرضت للتهديدات، وتعرضت الجميع اي واحد كيدافع على كيدافع بشراسه على ضحايا زنزال الحوز ولا كيدافع على الملعب، راه كتعرفوا بانه كتعرض لبزاف ديال الحوايج بحال ما هكا. انا هنا كنتواجد في مدينه الرباط. اش غنقول لكم بالنسبه للمجيء ديالنا هنايا باش ندافعوا على الملف ديال رئيس مجموع جماعات بانه الملف ديالو خرج في 2017 وما تمش العزل ديالو، وواحد رئيس الجماعه ديال ايجوكاك تم العزل ديالو حيت كيدافع على ضحايا، كيدافع على ضحايا زنزال الحوز وتم العزل ديالو، علاش واحد عنده الملف هذا باش كانوا متابعينه؟ على المال العام، على المال العام تابعينه على المال العام، ناهب المال العام. وانا رغم انني كندير وقفات احتجاجيه وكندافعوا على المال العام وكندافعوا على ضحايا زنزال الحوز، تعرضت للتهديدات، تعرضت للتهديدات من بعد اعوان السلطه، وتعرضت للمساومه من عند السلطه، وتعرضت للحبس. داروا لي بانه سعيد ايت مهدي كيتاجر في مخدرات حيت انا ما بغيت نكون في صفهم، قالوا لي اجي كون في صفنا ما يخصك حتى خير، انا ما كنتباع ما كنتشرى، انا راه مغربي حر، انا مغربي حر، شعارنا الخالد الله الوطن الملك، انا كنآمن بشعارنا الخالد الله الوطن الملك، ما كنخاف من حتى شي واحد الا الله سبحانه وتعالى. واخا سي سعيد شفنا بان الناطق الرسمي للحكومه وشفنا بزاف ديال الممثلين ديالكم ديال المجالس تما تيقولوا بانكم كاين الاستفادات لهذوك الساكنه بانهم راه غير فقط بعض ديال الايام ولا الشهور وغيكون كل شيء بالمأوى ديالو. خبر صحيح هذا ما خبر صحيح ما والو، الناس كاينين اللي استافدوا، ماشي ما نقولش ما استافدوش، الناس كاينين الناس كتلقى اكثريه باك صاحبي كتلقى بعدا واحد كتلقاه مقدم عنده دار وما ما 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 مشات ليه ما والو واستافد وعاود استافد وكيبني وحده اخرى. بزاف ديال الخروقات ولا كتلقى مثلا صاحب المقدام ولا صاحب رئيس الجماعه ولا واستافد واستافد، علاش هذا الشيء زعما؟ وكتلقى الناس في وسط مراكش في وسط المدينه، في وسط المدينه بلاتي في وسط المدينة، السيدة كان تلاقيت بها عاودت لي كان هي غير بيت في وسط المدينة في مراكش ما عندها علاقة بالحوز، واستافدات ف 2500 درهم ورات لي الكود شفتو بعينيا، وبزاف ديال الناس استافدوا في مراكش وهما غير كاريين واستافدوا، والناس في قاع الجبل اللي هما ضحايا ومشاو لهم ديورهم ومشاو لهم عوائلهم ومشات لهم حياة باطلة وما استافدوش لحد الآن، كيسعاو عباد الله راه كاين كيسعاو باش يلقاو ما ياكلوا، ما لقاش كيفاش يخرج يمشي يخدم في المدينه ولا شي حاجه، حيت ولادو في القيطون، ولادو في القيطون ماشي كاينين في الفيلات ولا ساكنين في العمارات ولا، راه ولادهم في القيطون ما يلقاش كيفاش يخدم، كيخدم غير في الدوار ب 1400 ب 1000 ريال ب 1600 كيخدم باش يلقى كيفاش يعيش ولادو. واخا سي سعيد انت تعرضت لعده مضايقات ومساومات وبزاف ديال العراقيل، واش ما خايفش على راسك؟ انا ما خايفش على راسي، كنآمن بالله سبحانه وتعالى. انا راه قلتها لهم في الندوه قبل، قلت لهم اقسم بالله اما نسكت على الباطل واخا يديوني للحبس واخا يقتلوني، ما غاديش نسكت على المنكر، من راه منكم منكر فليغير بيده فان لم يستطع فبلساني، انا كنهضر بلسان ديالي، فبلساني وان لم يستطع فبقلبي، انا اعطاني الله لسان علاش ما نهضرش على الحق؟ علاش ما ندافعش؟ علاش؟ احنا كنامنوا بالقران وكنامنوا بالله، احنا راه في المغرب في البلاد الحق والقانون، علاش هاد الناس كيديروا هاد المشاكل؟ علاش؟ حنا مع سيدنا، حنا وراء جلالة الملك، بغينا داك الشيء اللي قال سيدنا في الخطاب ديالو، الانصات والانصاف، وكل أسرة من ضحايا زنزال الحوز حتى هي تستافد، أي واحد كيستحق شي حق ياخذه، اللي ما كيستحقش ما ياخذش، علاش يكون هاد التلاعبات وباك صاحبي علاش؟ هاد الشيء راه كاين من زمان أخويا. جزاك الله خيرا. بزاف ديال التلاعبات، لا في الأغنام،
لا في الدعم، لا في السواقي، لا في اي حاجه. كتهم ضحايا زنزان الحوز، لا في الطرقان. الطرقان دابا نيت ما كاينينش حاليا، الطرقان ما كاينينش. كاينين بزاف ديال الدواوير دابا نيت ما عندهم الطريق، باقي لحد الان معزولين، لحد الان ما عندهمش طريق. وكنطالبوا من جلاله الملك حتى هو اعاده النظر في هذه المشاكل ديال ثلاثني عقوب، ديال اقليم الحوز كله، ماشي ثلاثني عقوب بوحده. وكنقول شعارنا الخالد الله الوطن الملك. انا راه ما غاديش نسكت على الباطل، وانا ديما هنايا واخا نموت ما عنديش مشكل نموت. راه امام الله الحمد لله راه غنمشي هو هذاك، حيت ما كانت عدى، ما كان ادي، ما كان تاجر. انا جابوا لي واحد التهمه اللي انا ما نقدرش نادي مواطن مغربي، جابوا لي واحد التهمه تاجر مخدرات. واش انا غنتاجر مخدرات غنبغي نادي مغربي؟ راه كنعاون في الفساد، انا راه كنحارب الفساد، ماشي غنعاون في الفساد نتاجر في المخدرات ولا شي حاجه اللي خارقه للقانون. واي تهمه تهموني بها مستقبلا راه غتكون جايه من عندهم. اما انا ما كان عادي، ما كنتعدى، عارف راسي، عارف حدودي. شعارنا الخالد الله الوطن الملك.